تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية ينظم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الغرب والفيدرالية بالمهنية المغربية للفواكه الحمراء وعمالة القنيطرة بشراكة مع الغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلاء القنيطرة. المهرجان الوطني للفواكه الحمراء في نسخته الثالثة من 27 إلى 31 مارس الجاري تحت شعار سلسلة الفواكه الحمراء لإنعاش الشغل والتنمية القروية. وقد افتتح هذا المهرجان الوطني السيد وزير الفلاحة والصيد البحري مرفوقا بالسيد عامل إقليم مدينة القنيطرة الذي كان مصحوبا بعدة فعاليات سياسية وعدة رؤساء المصالح لعمالة القنيطرة وكذلك السيد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن عمدة مدينة القنيطرة والذي كان لنا معه حوار حول هذا المهرجان. بل نكون جميعا سعداء لأنه المدينة تحتاج إلى مثل هذه الأنشطة بالإضافة إلى الأنشطة التقليدية المتعارف عليها من عمل اللي تقوم به الجمعيات والتعاونيات من ربيع المرأة، ليالي رمضان، مهرجان تحدي الإعاقة، مهرجان طفل. أعتقد نحتاج إلى أنشطة وطنية وأنشطة دولية مثل هذا المعرض. لذلك أنا كنعتقد هذا المعرض غادي يلعب جوج ديال الأدوار الأساسية. أولا غادي يعرفوا الناس بأن إقليم القنيطرة فيه أكثر من 60% أحيانا سعودية من إنتاج الفواكه الحمراء. كلما يعرفوا الناس الفواكه الحمراء ماشي هو الفريز هو داك الشيء اللي نقولوا فرومبواز وما جاوره 70%، فكيتكامل مع إقليم ديال العرائش. ولذلك هذا أنه مرة يكون في عرائش، مرة يكون في قنيطرة، مرة يكون في مريض وسهام، هذه فكرة أنا أعتقد أنها جيدة في إطار التكامل بين الإقليمين. ايضا نعطي بعض المؤشرات اللي خص يعرفوا الاخوان والاخوات ان هذه المنطقه ما بيننا وبين العريش انه هذه المنطقه اللي كتحتوي على 30% من المؤهلات الفلاحيه ديال البلاد ديالنا، فيها 35% من الماء زائد للكيزير بمعنى عندها وفرة مائيه، ان العقار متوفر بعشرات الالاف على مستوى مدينه قنيطرة، التربه ديالها فيها انواع متعدده من التربه بمعنى قابله ان تكون فيها فئات متعدده. اليوم تلاحظوا ان لافوكا على سبيل المثال اصبح ينتشر بشكل كبير بعدما كان يظن في السابق انه مثل هذه الفواكه لا يمكن ان تكون في اقليم القنيطرة، بالاضافه على ان القنيطرة والاقليم جاوا فيما يسمى بالكارفور في ملتقى شبكه النقل وشبكه اللوجستيكيه.